مشاركتي اليوم ضمن جناح جمعية الإمارات للتصوير الضوئي في مهرجان إكسبوجر 2021. المشاركة عبارة عن صورة للحياة البرية الأسد، وكان التحدي أنه أصور هذه الصورة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بدون السفر إلى دول أفريقيا وهذا الشيء. فالحمد لله توفقت في زيارة حديقة الحيوان في أبو ظبي وتصوير الصورة هذه والأسد دي طالعني بعيونه، والحمد لله كان توفيق. شكرا لجمعية الإمارات لإتاحة هذه الفرصة للمشاركة في المعرض.